اليوم غندير واحد الرز بالحوت والخضره، هي اكله افريقيه تيبو ديون كيقولوا لها. كنحتاجوا فيها تشكيله تاع الخضره هكا، الخيزو، الدنجال، الشو، الفلفله الحمراء والقرعه، البصله مقطعه هكايا. عندنا هنا الحوت، انا درت الميرلون، ممكن اي حوت يكون ابيض، ممكن كبر منه كاع باش يصبر في الطياب. هذه الشربوله فيها غير القزبر والمعدنوس مع جوج دراس الثومه، وواحد طريف ديال الفلفله حاره سودانيه اللي طحنتهم مجموعين، والملحه. عندنا الكونسونطري الطومات وشويه الملحه والبزار والروز بطبيعه الحال. هذا الروز ديال الشينوا، هذاك اللي كيكون مهرس اللي كيقولوا ليه البريزور دو ري، هو اللي كيجي مع هاد الوصفه. ما نديروش فيه روز اخر لان غادي يجي، ولكن باش نحتارموا الوصفه هذه، هذا الروز هذا. وبطبيعه الحال الزيت باش غنطيبو، غير اليوم غير بالزيت العاديه. انا اليوم طيبه بو 4 الناس. هاد المقادير كلها اللي قدامكم ديال 4 الناس. الروز عبرتو بهاد الكاب، الكاس ولا كاس تاع العنبله عندكم. انا كل فرد كندير له كاس، ولكن ما عمرتوش بزاف لان الروز بطبيعه الحال كيتزاد، وكاين الخضره وكاين الحوت، فعمرتو 3/4 ديال الكاب. هذه العناصر باش كنصيب الشرموله. عندي شويه القزبر والمعدنوس، شويه جوج دراس الثومه، طريف تاع الفلفله حاره، شويه الملحه، كنديرهم في الميكسور ديالي وكنطحنهم حتى كيوليو عندي بحال اون بات باش غنشرمل بها الحوت. اول حاجه كندخل هاد الشرموله في الحوت، كناخذ الموس ديالي كنحاول نحفر هكا شويه لداخل في لي دو كوتي هكا، وكناخذ شويه الشرموله كنديرها فيه من الداخل، ماشي كندهنوه من برا ولا الداخل ديالو، نمشي معاه هكا بصبعي ندخلو شويه الشرموله لداخل هكا في القنت الاخر حتى هو نفس الشيء، وكندفع بصبعي هكا لداخل هكايا، وكنحطو هكا. كنجي عاوتاني هنا كنعطيك الموس ديالي، كنحاول نفتح هكا هكا، كندير صبعي نوسع باش يبقى كندفع الشرموله ديالي، وكنبقى هكا نعمرو حتى كنقادو كامل. ندير شويه الزيت ديالي في المقلة على حسب القليان، كنديرو سخون مزيان، سوي سخون مزيان. كناخذ الحوت ديالي، انا ديما كندير شويه هكا في البابي ابسوربون كان باش نحيد منه الا كان فيه شي ما كان ما كنبغيش نخرج الزيت يطير عليا صافي. وكنديرو الدخله، ما كندير لا دقيق لا والو. دابا ملي كنحس بيه تحمر من واحد الجهه كنقلبو على الجهه الاخرى. غير شويه باش ما يتفرطش لينا. دابا هذاك الزيت اللي قليت فيه غادي نحيدو نديرو في هاد القليله اللي غنطيب فيها. هذه هي لاكاسرول اللي غادي نطيب فيها الخضره والروز. ابري ندير فيها البصله ديالي، هنا كانوا عندي 3 البصلات مويه، 3 البصلات هكا مشلضين. غادي ندافع عليهم واحد هذاك شويه اللي بقى ليا، لما بقات الشربوله ماشي ضروري، ما عدا نشاط لكم شي شويه كنديروه، هو ماشي ضروري كنديروه هنايا، ولكن الا بقى شي شويه من التعميره ما نضيعوش. ندير الملحه، ندير واحد المعلقه صغيره ديال البزار، صافي تنحرك حتى نقليه مزيان، تتقلى مزيان البصله، عاد نزيد باقي العناصر. ملي كتقلى عندنا البصله شويه، المهم هنا راه كيبان لكم الزيت كثير، ولكن راه هاد الاكله ضروري يكون فيها شويه الزيت باش كيبقى هذاك الرز في الاخر هكا محلول ومفرس. كندير دابا الكونسونطري ديال ماطيشه، معلقه جوج، المهم انا كندير هاد لابواط كامل.
الاسود. دابا غندير الخضره ديالي نسطحها من بعد ما تقلات البصله مع ديك المتشد الفك، وغندير الكاروت، هذا الطنجر. المهم غندير الخضره ديالي كامله. الا هذه الفلفله حاره، هذه راها واحد الفلفله حاره بزاف، هذه كدير غير في الاخير. الا ما كانش عندكم متوفر هذه الفلفله، ديروا غير الفلفله العاديه الحاره المعروفه العاديه. ومن بعد هذا الماء ديالي سخون، كنجيو كنزيدو عليها حتى كتغطى ليا مزيان الخضره ديالي. تقريبا واحد اترونس ديال الماء سخون. صافي كنخلي هكا حتى يغلى واحد شويه، وغنجي نذوق الملحه. الا لقيتو ناقص الملحه نزيدو مليحه، ونخليه يطيب تقريبا حتى تطيب لي الخضره ديالي ما بين واحد 20 مينوت ولا 25 مينوت. دابا دازت واحد 20 مينوت، جيت قلبت الخضره هكا كنقلبها هكا، بقيتها طابت بريسك طابت، بقى لها غير شي كيلكو مينوت. زدت فيها هاد البيمون اونتيي درتو، وغنرد الحوت ديالي اللي كنت قليتو واحد شويه يعاود ثاني يطيب واحد يكمل طياب، وطلق لينا لوغو ديالو في لاصوص. كنحط غير هكا بشويه من الفوق باش ما يتفرتش، فوالا. وغنخليه واحد من با 5 مينوت هكا، فوالا. دابا غنحيدو الحوت من بعد ما طقنا لاصوص بيان سيغ، ولقيناها الملح قادينا لها الملحة ديالها وكلشي. غنحيد الحوت من با 4 مينوت من بعد، غير شوية يتشرب لاصوص لأن أصلا هو بخيسك طاب ملي درناه في المقلة. صافي كنحيدو، كنديرو في طبق، وغادي نحيد دابا الخضرة ديالي كاملة، نخلي غير لاصوص باش نطيب بها الرز. دابا غنحيد لي ليغيم لي طابو تا هوميا، هادشي نديرهم في واحد الطبق. دابا الحوت ديالي ملي حيدتو كندير لي واحد الباتي فيسو هاكا، وكنغطيه بالالمنيوم باش يبقى سخون. انا ما كنبغيش الالومنيوم يكون اون كونتاكت ديال الماكله، فكندير افون باتي فيسون غير الغير صافي باش يبقى لي سخون الوقت اللي غادي نبغي يطيب الرز يكون باقي سخون. دابا غندير الرز ديالي، هاد الرز راه مغسول ديجا، حيت كان مغسول ومسقطر، فوالا. غادي ندير الرز ديالي فهاد البلاصوص اللي كاينه. وكنشوف دابا شحال الماء غادي يخصني. دابا بطبيعة الحال هذا الماء اللي كاين ما غاديش يقدني للطياب، عندي ديجا الماء مسخن دائما، فغادي نزيد دابا ملي كندير له هذاك الماء سخون. غادي ندير عليه البابي اليمونيوم مزيان باش يطيب لي توفي، ونقص عليه العافيه الماكسيموم، ونغطيه ونخليه يطيب حتى ينشف مزيان ما يبقاش فيه الماء. الرز ديالي
استغرق واحد 15 دقيقه على عافيه مهيله بزاف. ملي طاب قدمته بهذا الشكل، درت الروز لتحت وفوق منه الحوت والخضره من الفوق بحال الكسكسو ديالنا غير هو بالروز. كنتمنى هذا الطبق يعجبكم، وبالصحه والعافيه.